الما انت مش جايه تاخدي بطارق؟ طاري عند النوح اللي حط ابنه في وش المدفع عشان سوق وفلوس ومركز. طب وانا اضمن منين الكلام ده؟ اقل الدنيا اماره عشان اعرف ابلع كلمتين. اشرب لك كوبايه ميه عشان تبلع، واذا كان الكلام ده مش لازمك فوتك بعافيه. استني بس استني، ما تاخدنيش على الحامي كده. رواقي اللي عندي خلص، ولو اللي عندك لسه في الفرن شيعلي لما يستوي عشان نتفق. يعني انت شايفه ان طارق عند النوح قال؟ لسه سامع صوت غريب وهو بيصرخ في وش ابوه، وهو بيقول له الحكومه ملهاش في اللي بيننا وبين خميس. ساعتها النوح ما كانش سامع حد، كان عاوز يخلص عليك ويكوش على السوق حتى لو التمن كان ابنه. هو انت جايه تبرئي غريب ولا جايه تورطي النوح؟ الاتنين يا فندينا. براءه غريب وطار ودين في رقبتي عمري ما هنساه. لو الكلام ده يلزمك حط ايدك في ايدي، ما يلزمكش فضها سيرة. انت ست بصحيح، انما شكلك بميت راجل. وشوق بقى اللي انت مسرحها ورايا في كل حته دي، اعمل فيها ايه؟ احلقلها نفضلها ولا كانها حشره حشره. ايه كده خلصت دورها؟ اتفقنا. والفاتحه قال لي يخون العهد ويتوب علينا ربنا. تريش ليه؟ امين. انت اتجننت يا رمانه، الشيطان لعب معاك الدنيئه ورماك في التهلكه. حد يعمل اللي عملتيه مع الباشا ده؟ انت يا رمانه؟ ايوه انا، ده راجل عينه زايغ وايده اطول من لسانه، عايز نعمل له ايه يعني؟ اهشكه ولا زغزغه عشان يكركر؟ ما تحلوا على نفوخي بقى. لا 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 لا، انت لا يمكن تكوني رمانه اللي انا اعرفها، انت لازم يتعمل لك زار وتترقي، انت اكيد ملبوسه. يا اخي ولا ملبوسه ولا مكبوسه، حلوا عني انتوا بس وسيبوني في حالي. قبل ما احل عنك يا رمانه، الامانه المهنيه بتحتم عليا ان انا اوريكي. عشان بس تعرفي اللي بترفسي عشانه النعمه بيعمل من وراكي ايه. وانت بتديهوني ليه يعني؟ وانا مالي؟ بس ايه رايك؟ تحس ان افندينا مزاجه عالي العال، عناب، لو البت بوسي ايه؟ مظبطاه على التراك اخر حلاوه. طبعا، البركه فيك، ما هي تربيه ايديك. وانت ما طمرش فيك التربيه ليه؟ قصر في يومك اللي مش فايت ده، احنا لسه في اوله. اسمعيني يا رمانه، انا عايزك تنتبه لقمه عيشك. عشان ما تخسريش كل حاجه، فهماني ولا ايه؟ انت بتهددني تاني؟ لا بهددك ولا بتهدديني، انا بس جاي انورك عشان اللي بينا عيش وبغاشه، وما ينكرش البغاشه غير ولاد الحرام، ربنا يبعدنا عنهم. بقول لك ايه يا مالت، هي بوسي خرجت مع فندينا ولا لا؟ انا بعت لك الفيديو ده واتس اوب عشان لما تفوقي من الغيبوبه اللي انت فيها تبقي اوب. سلام يا نجمة. مرسي. شكرا يا أيمن. واضح إنك بتحب المكان ده قوي. يعني بعض سواعي كده برتاح فيه. سواعي؟ اه. دي ذكريات بقى. زمان أيام ما كان في مزاج. المزاج بقى كان بيجي هنا مع مين؟ بيجي مع مين ازاي يعني؟ يعني ما جيتش هنا مع حد تاني؟ لا جيت طبعا. مع واحدة زي اللي كانت معاك في الحفلة؟ حفلة؟ أنهين؟ حفلة رجوعي، البنت اللي كانت لازقة فيك طول الحفلة وما سابتكش خالص. ألا ده أنت مركزة معايا من زمان بقى. ما تطلعش فيها قوي. قولي بقى هي مين؟ واحدة من زمان خلصت زي الحاجات اللي خلصت. كنت بتحبها؟ انت شاغلة روحك بغيرك ليه؟ ما تركزي في نفسك. انت طلبت مني اني ما اكدبش عليكي، وانا بحاول اوفي بوعدي معاكي،
قومي معايا. على فين؟ في مشوار مهم لازم أن نعمله قبل ما نتجوز. جزوز اتفضلي اتفضلي. واو ايه المكان الحلو ده؟ ايه رايك؟ دي حتتي ومنطقتي، انا اتولدت هنا واتفطنت على الدنيا وعيت عليها من هنا. وعرفت ازاي بقى ان انا عايز اعرفك على حياتك؟ انا وعدتك لا هكذب ولا اخبي عليكي حاجه. طب قولي انت ساكن فين هنا؟ انا ساكن هنا اهو في البيت ده. هنا؟ وهدخلك داخله ملوكي كمان. امطني امر يا معلم. اركب العربيه تعالي اركبي. ماشي. ايه ده يا خميس؟ ده يا ستي التوك توك. قصدك اليالو كاب؟ يعني حاجة زي كده. ايه اللي انتوا قلتيه نختار عليه التوك توك؟ يا زوز يا زوز تعالى. فوتنا بوري. عايزه حاجه؟ اصل افندينا موصلنا نعمل لك كل اللي انت عايزاه. انا مش عاوزه حاجه، انا عاوز اعرف مين اللي مع خميس دي. لا دي ضيفه انا ما اعرفهاش. ضيفه؟ طب بالاذن لافندينا يستوعبني ولا حاجه. بالحضن يا ريحه الغاليين. ازيك يا طن؟ يا حبيبتي يا بنت الراجل اللي عايشين في خيره كلنا. قمر يا اختي قمر قمر. بالراحة بالراحة يا حاجة بالراحة. حملك دي واحدة واحدة. كرامة تعالي 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 سلمي ما تخافيش. كرامة مراتي. مراتك؟ اه. ازيك؟ معلش اصل صوتها بعافية شوية. ألف سلامة عليكي. دي بقى يا ستي ميس فريده بنت الراجل الكبير الباشا الاصلي. طوالي يا حاجه. يا لهوي يما، ما انا قاعده في حالي اهو. حالك ده ايه يا بنت؟ لا انا مش عارفاكي ولا ايه؟ مالك معيرة كده ليه ولو يا بوزك؟ مفيش حاجة، زهقانة، قرفانة، أي حاجة. لا، الحكاية مش حكاية قرف ولا حكاية زهق. كل من بصيتك في البلكونة